هنبدأ بمصر وهنبدأ بشكل الأمطار كل 6 ساعات. احنا عندنا النماذج بتعمل نتائج كل 6 ساعات، بتبدأ من 12 بالليل. فلو شفنا التنبؤ بتاع النهاردة يوم 6 يناير، أول 6 ساعات مفيش مطر، تاني 6 ساعات بيبدأ المطر في حدود 1 ملي على الإسكندرية والسواحل الشمالية. بعد الـ6 ساعات اللي بعدهم مطر بيزيد، وهكذا زي ما احنا شايفين ان المطر كل 6 ساعات بيزيد. لو عايزين المطر المجمع بيبان في مخرج تاني، ده بيديني اجمالي الميه اللي بتنزل او اجمال المطر اللي بينزل على السواحل الشماليه. هيبدا النهارده بدايه الامطار وهتبدا في حدود 5 ملي على الشواطئ الشماليه. بكره هيبقى المطر اكتر، المناطق اللي هيتعرض عليها امطار هتبقى اكتر. يمكن بعد بكره يوم 8 المطر هيمتد للداخل، وهيبقى مناطق اكبر من الدلتا هينزل عليها امطار، وهتوصل على كفر الشيخ واسكندريه ل 10 ملي. وده احنا بدانا ونشرنا على غرفه السيول وكل اجهزه الدوله من الساعه 10 صباحا، عارفه ان في مطر هيبقى بعد بكره على المناطق دي. وكل الاجراءات اللي قلنا عليها سواء وزاره مصلحه الري عن طريق قطاع الري تبدا انا محمود جابر، اخصائي ارصاد جويه بمركز التنبؤ قطاع التخطيط وزاره الموارد المائيه والري. عندنا هنا اكثر من نموذج من النماذج اللي هي بتتنبأ بالاطفال، بتتنبأ بالاطفال لمده 5 ايام قدام، بس احنا بناخد 3 ايام عشان دقه التنبؤ. حضرتك عارفه عندنا الجو متقلب شويه بالذات في الشتاء والخريف، عشان كده بنضمن 3 ايام قدام. عندنا عده نماذج، النماذج دي مختلفه حسب الانبوت بتاعها، مدخلها والمخرج بتاعها برده بيبقى مختلف، بس مختلف بسيط. وعندنا نماذج الريزولوشن بتاعها او دقه التكبير بتاعتها اعلى شويه زي النموذج الامريكي. المدخلات مختلفه. عندنا برضو المخرجات زي ما حضرتك شايفه دي صوره اليوم 8. ده صوره اليوم 6 تمام. برضو ده نموذج مختلف عن النموذج ده. طبعا احنا بنشوف ادق النتائج وبنبدا نعرضها، ده بناء على خبرات الناس الاخصائيين اللي موجودين في المركز. وعندنا بتشتغلوا على كم دوله؟ يعني ايه الدول اللي احنا حقيقي في تعاون تنها جدا ما بين الدول العربيه زي لبنان، وعندنا دول حوض النيل عندنا زي اوغندا، رواندا، جنوب السودان. انا اسمي علاء الدين مبروك، اخصائي ارصاد جويه في مركز التنبؤ في وزاره الموارد المائيه والري. من ضمن اهتمامات المركز هنا السيول والامطار على جمهوريه مصر العربيه وعلى دول الجوار عموما، وبالاخص دول حوض نهر النيل. هنلاحظ من هنا ان في امطار، ده التنبؤ بتاع النهارده، لاحظ ان في امطار على المناطق الساحليه الشريط الساحلي لمصر، وبالاضافه للمناطق في لبنان وسوريا وفلسطين في برضه امطار، وامطار غزيره جدا في المناطق دي. واحنا عندنا اكتر من نموذج، بنحاول عشان تكون عندنا دقه اعلى، عندنا نماذج مختلفه، عندنا نموذج MM5 برضه بيدي نفس دقه الامطار، برضه امطار خفيفه على السواحل في مصر وامطار غزيره على المناطق الموجوده في الدول العربيه في اسيا. نفس الكلام برضه عندنا نموذج ثالث، كل النماذج دي بتدينا دقه في التنبؤ او بتدي تاكيد ان كميه الامطار دي هتكون غزيره على المناطق الموجوده. طيب هي النواه دي اكتر دول تاثرا بيها ايه؟ اكتر دول تاثرا بالنواه دي هتكون الدول الساحليه اللي العربيه اللي في اسيا زي فلسطين ولبنان وسوريا. حجم التساقط المطر هيكون في المناطق دي اكتر من 40 ملي، ودي كميه امطار غزيره تصنف سيول حسب المنطقه اللي بتنزل فيها المطر نفسها. لو مناطق ذات طبيعه جبليه بتؤدي الى سيول جامده جدا، اما بالنسبه للمناطق الساحليه اللي هي المنبسطه فممكن ما تاثرش، ما يكونش لها تاثير كبير زي المناطق الجبليه. في الوقت الحالي مركز تنبؤ بالفيضان هو بداخله فيه وحده الانذار المبكر بالسيول، فبالتالي احنا عندنا من اول اكتوبر بيتم اعلان
حالة الطوارئ في المركز اللي هو ما فيش راحة وما فيش أجازات، بنشتغل كل يوم لوضع خرائط الأمطار اللي هتحصل على مدار 5 أيام، ولو حصل إن ظهر في نتائج النماذج إن في مطر خلال ال5 أيام دول بيتم تأكيده قبل حدوث المطر ب3 أيام. النهاردة 12 أخبار اللي بتقول إن النهاردة في أمطار خفيفة على السواحل، بعد بكرة إن شاء الله يوم 8 الأمطار هتمتد للدلتا والقاهرة، ودي أمطار متوسطة 7 ملي. المركز في الفترة الأخيرة الحقيقة كان له إسهامات كبيرة في إن احنا نقلل أخطار الأمطار، وفرنا كميات مياه كانت بتصرف للري، بقت بيستخدم مياه الأمطار كراية تكميلية، بقى في جهازية أكتر من حيث استعداد الترع والمصارف لاستقبال كميات الأمطار الزايدة، بالإضافة إن المعدات والعاملين على مواجهة الأمطار بيبقوا في حالة طوارئ، أول ما بنقول في مطر بتلغى الأجازات وبيتم استعداد من قبل الزملاء في مصلحة الميكانيكا، هيئة الصرف، الري، كل الجهات التنفيذية، بالإضافة في أكتر من 200 جهة في الدولة على غرفة عمليات السيول اللي بياخدوا هم كمان إجراءات احترازية لمواجهة أي أمطار.